اللي قدامك دي بطولة العالم للطبيعي. بس لو جيف بالك سؤال، هي ازاي الناس دي وصلت لليفل ده من النشفان والعضلات طبيعي من غير ما ياخدوا اي حاجة بمجرد شوية مكملات وتظبيط اكل، وفاكر ان اكيد في إنا في الموضوع ده. ففيديو النهاردة هقول لك كل الاسرار بتاعت لاعب كمال الاجسام طبيعي، فاجهز عشان هاخدك معايا في رحلة قصيرة وهعرفك على كل اسرار وتفاصيل يومي في تحضير البطولة دي. فاهلا بيك يا بطل في حلقة جديدة من الرحلة. اتفضل بس المرة الجاية اول حاجه بعملها بعد ما اصحى هي الفطار. فطاري بيبقى عباره عن 5 بيضات كاملين، لان البيض واحد من مصادر البروتين المهمه اللي فيه فيتامينز كمان ودهون صحيه. بس اهم من البيض نفسه هو الطاسه اللي انت هتعمل بيها البيض. لازم تكون اكتر طاسه ما بتلزقش عندك عشان توفر في الزيت والسعرات. ونصيحه لكل بنت لو بيعرف يطبخ اتجوزي وش، وافتكر انك تسخن الطاسه كويس 2-3 قبل ما تنزل البيض. واوعى تستخدم كده جهزنا فطارنا عشان هيبقى بيض وسلايس عيش وخيار. واهم حاجه قبل ما ناكل نحمد ربنا على النعمه ويحفظها من الزوال. خلي بالك انا بحمص العيش عشان استمتع بالاكل، مش شرط ان الاكل يكون دايت ان هو يكون طعمه وحش، لا ممكن يكون طعمه حلو وانت بتحبه وتستمتع بيه كمان. السعي انك تعمل اكل طعمه حلو ويديك الماكرونيوترينتس المطلوبه منك في اليوم. بعد كده بروح اعمل كوبايه الفوقان بتاعتي، كوبايه نسكافيه بلاك من غير سكر ولا لبن. هو تعتبره جلد ذات بس بحبها اعمل ايه، هي اللي بتفوقني للشغل. اخدها واطلع على المكتب وهنا ابدا الشغل. الشغل النهارده عباره عن ان انا بديزاين بروجرامز للكلاينتس بتوعي في الاونلاين كورس. كل كلاينت بيملى فورم كامله عشان ابدا اعمل له الكستمايزد بروجرامز بتوعه. ولو انت كمان عايز تبدا رحله الفورمه مع انفورما، كل اللي عليك تعمله انك تدوس على اللينك اللي موجود في الديسكريبشن تحت وهنتواصل معاك ونشرح كل التفاصيل. بعد ما خلصت دخلت على وجبه قبل التمرين، 70 جرام شوفان وبنحط عليهم 200 ملي حليب خالي الدسم مع معلقتين سكر دايت سويتر، بنحطه في الميكرويف دقيقه لدقيقتين، وبعد كده بنستقبل هذا الجميل عشان يتاكل. بس بيحط عليه شويه اضافات ثانيه. اول اضافه بحط عليها بعد ما بيطلع من الميكرويف هو نص سكوب من الهايدرو واي بتاع اوبتيمم نيوتريشن. عامه انا بستخدم نص سكوب هايدرو واي ونص سكوب كازين، بس الكازين ده باخده بالليل. وطبعا كواليتي اوبتيمم نيوتريشن غنيه عن التعريف. ولو عايز تشتري اي مكملات وتضمن انها اوريجينال 100% هاتها من ايفل، لانهم متجر معتمد رسمي من اوبتيمم نيوتريشن. واستخدم كود خصم انفورما هيوجبه معاك. حطينا السورس بتاع البروتين، نحط السورس بتاع الهيلثي فاتس، هيبقى عباره عن 15 جرام من البندق. كده بقت وجبه كامله متكامله. ناخد الموضوع ده بقى ونروح ناكله في منظر هادي جدا عشان نروق فكرنا. الفقره دي بتبقى هدوء وتامل بس، وببدا اشوف اليوم بتاعي هيترسم ازاي عشان اعرف اخليه فعال وبرودكتيف اكتر حاجه ممكن. وزي ما قالوا زمان، اهم من الشغل تظبيط الشغل. بعد ما اخلص الوجبه بروح اصلي الظهر. محمد الدين، اياك تفوت صلاتك، صلاتك دي اهم حاجه في يومك، اهم حتى من الدايت اللي انت ملتزم بيه. كده بقينا جاهزين ان نروح الجيم. استنى كده بقينا جاهزين ان نروح الجيم، بس اكيد مش همشي في الشارع بالقطايه دي. استنى كده نظبط الدنيا، نلبس تيشرتات. استنى 1-2 هوبا. وعلى راي واحد صاحبنا يبقى كده ناقص لنا الوايت سنيكر ونبقى جاهزين نروح الجيم. الجيم بعيد عن بيتي 5 دقايق بالظبط. هوبا رحنا الجيم ونبدا بقى تمريناتنا. تمريناتنا النهارده هتكون عباره عن باك وبايسبس. اول شكل معانا هو الكلوز جريب لات بول داون. بس استنوا كده، هو انا ليه بتمرن بالتيشرتات؟ ايوه كده المفروض كده احسن بكتير، ونحس بقى ان احنا ايه فايقين كده للتمرين. 4 مجاميع من 8-12 بالتيمبو اللي انت شايفه ده بالظبط، او سرعه الاداء اللي انا بلعب بيه، وخصوصا في العده السلبيه لفوق. تاني شكل معانا الريفرس بار بالرو، او ما يسمى بسحب البار المقلوب. تمرين قوي جدا ومؤثر لعضلات الظهر وخصوصا اللاتس المعروفه باسم ماجنس عندنا في مصر. 4 مجاميع من 8-10 عدات، واهم حاجه السكويز اللي في اخر العده ده هو ده اللي فيه الشفا ده. خلصنا شكلين بس، واللاتس بسم الله ما شاء الله البامب شغال فيها الله ينور. تمرين النهارده اصلا بتفوكس اكتر على اللاتس، بس ده ما يمنعش ان احنا نلعب شكل برده ميدل باك كويس جدا. الشكل الثالث معانا هيبقى بنت اوفر رو، انا بلعبه على الجهاز ده، ممكن انت تلعبه على التي بار. واهم حاجه هنا ان كوعك وجزعك يكونوا في زاويه 45 وتعرف تسكويز ورا عشان تعرف تجيب الميدل باك كويس قوي زي ما انت شايف بالظبط في الفيديو ده. بلعبه 4 مجاميع برده من 8-12 عدة، بس بالتيمبو بتاع الايسنتريك او العده السلبيه زي ما انت شايف، بطيء عشان اعرف استفيد الاستفاده الكامله من الشكل. رابع شكل معانا هو الوان ارم رو على جهاز السحب الارضي، من اكتر الاشكال اللي بحبها لللاتس عشان بعديها بحس ان المجنس بتاعي طلع له جناحات حرفيا. فكره التكنيك في الشكل ده مهمه جدا، اهم حاجه تروح بالمجنس بتاعك او اللات بتاعتك وترجع بتسحب بكوعك لورا وما تعديش جزعك، يعني توصل لجزعك وزي الفل. بص هنا هيبان قوي قد ايه ان هو افكتيف على اللاتس. بلعب 4 مجاميع كل ناحيه من 8-12 عد. بعد كده بلعب شكل اسمه في جريب لورو. اهم حاجه في الشكل ده استقامه الجزع بتاعتك، ظهرك مش مقوس يعني، وانك بتروح وبترجع بتسحب من كوعك بس في زاويه اللي هي حاجه شبه السيمي سيركل كده. شكل افكتيف جدا 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 لللاتس، بس ده ما بلعبوش 4 مجاميع، لا بلعبه 3 مجاميع بس من 8-10 عدات بوزن يقدر يخليني اجيب التيمبو اللي انتوا شايفينه ده.
نخلص ونفنش بقى تمرينة الظهر بتمرينة العقلة او التشينابس، مش العقلة العادية اللي هي دقنك لازم تعدي العقلة وبتبقى ضيقة، بلعب مجموعتين بس للفيلير. خلصنا تمرينة الظهر، نخش على تمرينة البايسبس. وبما ان البايسبس شغالة كده كده معاك في اي تمرين ظهر، فاحنا النهاردة هنلعبها تمرينتين بس. اول تمرينة معانا وهي الكيبل كيرل، عادي جدا بالكيبل والمسطرة العادية مش الزجزاج. كوعنا جنبنا وبنلعب بالتيمبو اللي انت شايفه ده بالظبط، 4 مجاميع من 8 ل 12 عدة. نخلص ونختم يوم الحديد بتاعنا بالانكلاين وايد دمبل كير. نروح على الدكه ونميلها ونخلي دراعنا ورا جذعنا عشان نعرف نستهدف الراس الطويله من البايسبس. كل ناحيه هنلعب فيها 12 عده بالظبط، وهنلعبها 4 مجاميع برضو. وبكده نكون خلصنا تمرينه الباي بتاعتنا. التمرينه خلصت والتمرينه نجحت لان البومب كان خطير الحمد لله. ولا فاكر ان التمرينه خلصت كده؟ لا، هقول لك استنى، لسه فيها معلم الكارديو. الكارديو بتاعنا النهارده عباره عن التريدميل، هنطلع عليها ونعمل الانكلاينيشن او الانحدار بتاعها على 15، وهنلعب 35 دقيقة من العذاب والشقة. خلصناهم الحمد لله. بحسابات التريدميل نفسها احنا حرقنا تقريبا 400 سعر حراري، وده شكلي بعد الكارديو. لا يسر عدو ولا حبيب، كله عرق والدنيا ايه بايظه خالص. لا ده احنا نروح البيت بقى عشان ناخد الدش التمرين. خلصنا خدنا شنطتنا روحنا البيت، واول حاجه بعملها لما بروح البيت باخد الكرياتين على طول، وطبعا النوع اللي بستخدمه كرياتين المايكرونايزد بتاع اوبتيمم نيوتريشن. وبعد كده ناخد الدش، وطبعا السؤال هنا هاخد الدش ساقع ولا سخن؟ بص، هو السخن هيساعد على تدفق الدم، بس مش ده اللي هيساعدك انك تبني عضلات روني كولمان. يعني البرسنتج بتبقى قليله في الفايده، والسائع بيساعدك على الريكفري بس برضو البرسنتج بتبقى قليله جدا 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 جدا. فخده فاتر وريح دماغك، المهم تستحمى انت بس. خلصنا الدش نخش نصلي العصر، عشان بعد ما نخلص صلاتنا والواجب اللي علينا في اليوم نخش نعمل الوجبه اللي بعد التمرين. هتكون عباره عن فراخ، بس اختصارا للوقت بعمل كميه فراخ كبيره واحطها في الثلاجه عشان ادخل اسخن على طول. ده انجاز للوقت، بدل ما تفضل كل يوم تطبخ تطبخ تطبخ. مصدر الكارب اللي هيبقى في الوجبه دي هتكون البطاطس، عاملها في الاير فراير بطعم تحفه، هتظبط لي الدنيا دي كلها. بكده الوجبه بقت عباره عن 250 جرام فراخ، 150 جرام بطاطس مشويه وخيار. الوجبه دي باكلها مرتين في اليوم. حبيبتي الملايين الكولا زيرو عشان تبلع الدنيا دي كلها. مش عارف من غيرك يا غاليه كنا هنكمل ازاي الدايت. وانا باكل عندي عاده ان انا ببدا اتفرج على التلفزيون، وخصوصا ان الفتره دي بتفرج على اليوتيوب. فانت لو عندك اي قناه يوتيوب جامده جدا اعرف اتفرج عليها الفتره الجايه اكتبها لي في الكومنت، هكون شاكر ليك جدا. طبعا غير قناه انفورمال اللي هي جامده جدا واللي انت بتحبها وبتتفرج على كل فلوجاتها طبعا. فما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب لو لسه بتتفرج لحد هنا وما عملتش. بعد ما اخلص الوجبه باكل الفاكهه بتاعتي، بتكون ثمره فاكهه وباخدها تفاح اخضر، وده بسبب ان طعمها حلو وفيها الياف حلوه بتشبعني. كده بحضر مشروب كده لونه اخضر من امتنان، لو تعرف اسمه ايه اكتبه لي في الكومنت. بينزل الميه الزياده في الجسم، اشربه في الفتره اللي انا بشتغل فيها على متابعه العمر. خلصت المتابعه وصليت المغرب ونزلت بقى عشان ابقى فريش. رحنا الاستاذ حازم يظبط لنا الدنيا دي كلها بسبب العشوائيه المفرطه اللي كانت موجوده في الشارع. رجعت خدت دش، وبعد كده اكلت الفراخ والبطاطس، وبعد كده حليت بالوجبه دي عباره عن علبه زبادي ونين لايت عليها نص سكوب الكازين اللي انا قلت لكم عليه في اول الفلوج، بس طعمه جامد قوي يا جدعان، ده بطعم الكوكيز. بحط عليه معلقتين سكر دايت، وبعد كده بفرشه على سلايس عيش بالمنظر اللي انتم شايفينه ده على 15 جرام بندق ورشه. دايما بيقول لك العبره في الخواتيم، واعتقد ده احسن ختام ممكن نختم بيه اليوم من ناحيه الاكل. جماعه الاختراع اللي قدامكم ده فعلا طعمه حلو جدا، وبيلغي اي كريفنج بيجيلي من ناحيه السكر. فلو عايز تجربه جربه على ضمانتي يا معلم. بص السلايس تحس ان هي بسبوسه يا جماعه مش عيش. دي كانت اخر وجبه معانا في اليوم من ناحيه الاكل. كده خلصنا الاكل، نخش بقى نصلي اخر فرض عندنا وهو صلاه العشاء. بعد العشاء باخد الموبايل وافضل اكتب في سكريبتات كده، وافضل اعمل اديت لشويه فيديوهات، ولما يتملك مني التعب ببدا ان انا اروح في النوم. ده يوم كامل اهو من ايام التحضيرات كتدريب واكل. شفت اليوم ده بيتعاد اكتر من 360 مره في السنه. الموضوع مش سهل ولا هيجي في 3 4 شهور تمرين. اللي قدامكم ده بقى له 12 سنه بيتمرن عشان يعرف يوصل للمستوى اللي انت شفته في اول الفيديو. فطريق الفورمه الطبيعي بياخد وقت ومحتاج صبر، فاصبر على نفسك هتوصل كده كده. وافتكر دايما ان الطبيعه اسلم واصح. اعمل فولو واستنى الحلقه الثالثه من الرحله.